وللتأكيد كلنا متابعين انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا. هل ده يعني انتهاء الموجة الخامسة من كورونا؟ هل ممكن تكون في موجة جديدة مثلا أو متحور جديد لا قدر الله؟ إزاي كمان نقدر نحافظ على نفسنا في الفترة اللي جاية من الإصابة بالفيروس؟ كل هذه الأسئلة هيجاوبنا عليها الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير عليك يا دكتور محمد، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا استاذ محمد، استاذ جمانة، كل سنه وانتم طيبين. يا اهلا بحضرتك. انا مش عارف هو ممكن نتكلم على المرض وانتم النهارده عمالين تتكلموا حاجه مبهجه عن الكحك والعيد والاكل الشرقاوي والحاجات دي. ما هو احنا مطمنين والناس كلها مطمنه بالفعل، فاحنا عايزين نعرف هل احنا مطمنين فعلا لانه الفيروس في نهايه موجه، الفيروس انتهى، ولا احنا اللي خلاص طمنا زياده عن اللزوم وخلاص خدنا بقى الوضع ورجعنا تاني لحياتنا الطبيعيه من غير اي اجراءات؟ الناس ماشيه في الشارع، اكيد حضرتك ملاحظ حاجه زي دي، ما بقاش في ناس كتيره لابسه ماسك، فهل ده ممكن يكون ليه تاثير، يكون في خطوره علينا خلال الفتره اللي جايه، يكون في متحور جديد لا قدر الله؟ كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب وبخير دايما. حضرتك طبعا العدد اعداد المرصوده حاليا واللي احنا شايفينه على ارض الواقع اعداد قليله جدا. طبعا يمكن دي اقل اعداد في تاريخ المرض اللي احنا بنتكلم عليه من سنه من مارس 2019 و2020 21 22. فالحمد لله اعداد قليله جدا. الحاجه الثانيه المريحه ان نسبه الحالات رغم ان العدد قليله نسبه الحالات الشديده فيها قليله جدا. يعني يمكن انا ما كنت بتكلم مع حضراتكم في فترات سابقه كنا بنتكلم على 85% حالات بسيطة و15% حالات شديدة أو شديدة جدا. احنا النهارده بنتكلم تقريبا على 99% حالات بسيطة جدا. فمن حيث وجود المرض في حالات قليلة جدا، في حالات. انما طبعا المستشفيات الحمد لله الإقبال قل عليها جدا والحالات العادية المركزة قليلة جدا. ويعني في سيطرة كاملة على الموقف الوبائي حاليا. طب الحمد لله يا فندم، دي أخبار هي مبهجة. دي كمان اخبار مهمه جدا. طيب خلينا نعرف من حضرتك دكتور، ربنا يتمم بخير. انما في شق بس عشان اكمل الحته دي، اتفضل. ان الوباء موجود في العالم لسه. يعني حضراتكم لما تتابعوا الانباء هتلاقوا الصين فيها حالات كتير، الولايات المتحده فيها، كندا، اوروبا. يعني لم يعلن رسميا على المستوى العالمي ان الوباء انتهى. وطبعا حضراتكم شايفين ان حركه الملاحه الجويه والحركه العالميه مستمره. صحيح. واحنا برضو ما قلناش هنا المرض انتهى تماما، لكن قلنا في سيطره شديده وحالات قليله. طب ايه المطلوب؟ من حيث الوضع الوبائي او ما نسميه الاحتراز او الوقايه، يجب نكون موجودين في حال ده اللي بنعمله في المستشفيات، حاله ترقب وانتظار وتمنيات ان شاء الله ان ما يرجعش موجات اخرى من هذا المرض، وده أملنا في الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله يا فندم. طيب يا فندم، يعني هذا الانخفاض في الأعداد هل ده سببه بوجود لقاحات، وإنه يعني نسبة كبيرة جدا من المواطنين تلقوا هذا اللقاح؟ مش بس مش هتكلم كمان في مصر، بتكلم كمان على مستوى العالم، ناس كتير قوي يعني تلقت اللقاح بالفعل في العالم على مستوى العالم، فهل ده كان سبب في هذا الانخفاض؟ سؤال تاني كمان لحضرتك يا فندم، حضرتك تحدثت إنه محدش أعلن انتهاء كورونا، بس هل كورونا أصلا هتنتهي ولا متوقع أنها تستمر معنا زي الإنفلونزا؟ هما ثلاث أسئلة دلوقتي مش اتنين. الجزء الأولاني إن الوباء مازال موجود، يعني فيروس كورونا كوباء مازال موجود. الجزء الثاني بيعلن عن إن أصبح المرض متوطن وليس وباء بمعايير معينة بتدرس مع منظمة الصحة العالمية. لكن هو مش هينتهي تماما يا فندم، يعني حضرتك كل الفيروسات موجودة وبيحصل فيها تحورات، إنما لما يبقى فيروس متوطن من ضمن الفيروسات التنفسية الموجودة في المجتمعات بأعداد قليلة أو أعداد يعني تتزايد بعض الشيء في بعض الفصول ثم ترجع تاني، في الحالة دي يعني ما يبقاش وباء لكن يبقى مرض متوطن. طب هو هيختفي ولا هيتنو متوطن؟ 99% هيتنو متوطن، لأن هذه المجموعة أو هذه الفصيلة من فيروسات كورونا هي موجودة أصلا. يعني واحنا اتعاملنا معها قبل كده في 2003 و2004 و2014. فإحنا بالنسبة للفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي
زي بتاعت الانفلونزا والانواع الاخرى هتبقى حاجه متوطنه، لكن ليس بالشراسه ولا بالانتشار زي حالات الوباء حضرتك. عظيم جدا. يعني مش هيجي علينا اليوم يا دكتور محمد، عشان في ناس مستنيه اليوم ده منظمه الصحه العالميه تعلن القضاء نهائيا على فيروس كورونا، ده مش هيحصل. لا مش هتعلن، مش نهائيا يا فندم. لسه ايه السبب يا استاذ شاذلي؟ حضرتك في امراض لما الناس بتاخد هي الاستاذه زماله برضه كانت سالت ايه السبب ان الاعداد انخفضت؟ اسباب كثيره جدا، يعني الجزء الوقائي كان مهم جدا بدون شك، التطعيمات لعبت دور في هذا. لما التطعيمات كانت موجوده وانتشرت وزادت بنسبه عاليه جدا بدا يحصل انحسار لهذا الفيروس. الحاجه الثالثه بقى المهمه ان دوره الفيروسات هي كده حضرتك، يعني بتقعد توصل لغايه البيك كده خالص تعلى قوي وتنخفض نتيجه لمقاومه جسم الانسان بكرم ربنا على هذه الفيروسات. انما يعني مش هيعلنوا ان الفيروس اختفى من العالم، لا، هيعلنوا ان خلاص الوباء انتهى. يعني فكره الوباء ان الفيروس الاعداد كبيره جدا في كل قارات العالم ومعظم بلاد العالم هو ده الوباء. انما الفيروس ده او هذه الفصيله موجوده وربنا يسترها ما يجيش بعد سنتين ثلاثه يحصل نوع اخر او من هذه الفصيله ويعمل مشكله. هو ده كان سؤال حضرتك يا فندم، حضرتك تحدثت انه احنا بنتعامل مع سلاله من سلالات فيروس كورونا من 2003، وبعدين جينا بعد كده في 2020 و2021 شفنا سلالات اكثر شراسه وشفنا اللي حصل في العالم كله، هل ممكن الوضع لا قدر الله ممكن يتكرر تاني؟ هو المجموعات المنبثقه عن سلاله فيروس كورونا هم سبع مجموعات، سبع اشكال او سبع انواع، يعني لو حضرتك صنفتيهم مثلا قلنا 1 2 3 لغايه 7. اللي عمل اوبئه او مش اوبئه، اللي عمل انتشار في المرتين الاولانيتين اللي هم 3 4 ثم 14 هم كانوا نوعين مختلفين. ثم في 2019 اللي هو كوفيد 19 السلاله الثالثه، ولسه في بقى 4 و5 و6. يعني في سلالات اخرى موجوده لكن مش منتشره في العالم كاوبئه او كده. يعني هي الفصيله هي لكن بيحصل منها سلالات تعمل اوبئه او تنتشر بين البشر وهي دي اللي بتعمل امراض. فنتمنى ان شاء الله باتباع العالم واتباعنا معهم اساليب وقائيه واحترازيه قويه نحد من انتشار المرض، ناخد يعني سلوك وقائي دايما، يبقى في حذر من اي حد عنده اعراض عشان ما تنتشرش، لان الانفلونزا الموسميه بتنتشر بنفس الطريقه. صحيح. وعلى فكره الانفلونزا الموسميه بتتغير كل سنه او اتنين، وعشان كده التطعيم بتاعها كل سنتين ثلاثه بيتغير. فحضرتك يعني هي احنا يعني يبقى في نوع من السلوك الوقائي المتبع للحد من الانتشار، وده يساعدنا جدا في السيطره على هذا المرض. طيب ايه هو السلوك ده دكتور عشان الناس تعرف برضه، وعايزين نتكلم في لبس الماسك. هل لسه الناس أيوة لازم تلبس الماسكات؟ وامتى تلبس الماسكات؟ حضرتك لبس الماسكات في التجمعات او في اماكن عامه في عدد كبير من البشر مهم، حتى يمكن ده سلوك متبع في بعض البلاد اكتر قوي في جنوب شرق اسيا. يعني جنوب شرق اسيا في ناس كتير قوي اول ما تركب المترو تحط الماسك. الحاجه الثانيه وارجو ان احنا كلنا نتبعها، اي حد بيعطس او بيقاها او يعني عنده برد او حتى عطس عادي، لان دي وسيله انتشار الامراض التنفسيه، ان الواحد يعطس في تجمع بشري، فالعطسه دي قد تحمل معها فيروسات، مش ضروري كورونا، يعني ممكن تبقى انفلونزا او نوع اخر. مظبوط. او حتى بكتيريا، يعني في امراض اخرى تنفسيه بتنتشر بهذه الطريقه. فيعني يبقى عنده برضو هذا الحرص ان هو لو حصل كده يلبس الماسك. الحاجه الثالثه يعني هو في بعض الاحيان هذه الجراثيم سواء كانت فيروسات او بكتيريا بتنتشر عن طريق ملامسه بعض الاجسام. يعني هديك مثل بسيط قوي عشان كلنا ناخد حذر منه. يعني الواحد دخل الحمام وهو بينف، معلش في الكلمه، يعني ما يحطش ايده على الايد الحنفيه او الاخرى، لان ده قد يحمل جراثيم.
وبالتالي حتى امراض اخرى كثيره. غسيل الايدي بابسط شيء بالصابون العادي يحد كثيرا جدا من انتشار هذه الامراض. واساليب اخرى يعني هو التجمعات في مثل هذه الامور، اسلوب الماسك في بعض الحالات خصوصا اللي فيها تجمعات، او لو حد هو نفسه عيان حتى لا ينشر هذا الفيروس. ايضا بين الاطفال في الحضانات وفي المدارس وفي تجمعات الاطفال، ان هم طبعا يمكن الحرص عندهم او الوعي بهذه القضيه يمكن بقى قليل، احنا نعلمهم هذه الشديد عشان نحد من انتشار هذا. طيب معلش، من ضمن كلام حضرتك قلت يلبس الماسك لو هو تعبان، طب ينزل عادي خلاص ولا يعزل نفسه؟ يعني انا رايي لو هو عنده برد لمصلحته ومصلحه الناس الاثنين، يعني منه اليه، يعني افرض واحد سيادتك جاله برد دلوقتي سواء هو كورونا او مش كورونا، فهناك احتمالين، انه ينزل يعدي ناس وده قايم لان هينشر الفيروس، والحاجه الثانيه ان ممكن يجيله مضاعفات. صحيح. ولهذا السبب يعني لو قعد يومين ثلاثه في البيت حتى يحد من الاعراض اللي بيشتكي منها وما يحصلوش مضاعفات، لان في الحالات دي ساعات المجهود بينزل على الجهاز التنفسي يعمل التهابات في الشعب الهوائيه او التهابات رئويه. فخصوصا بقى حضرتك هنا نقطه هامه جدا، اي حد عنده امراض مزمنه اللي بدون شك بتقلل مناعه الجسم هو اكثر عرضه للمضاعفات من اللي ما عندوش. فيعني اللي عنده ضغط، اللي عنده سكر، اللي عنده امراض مناعيه، اللي بياخد كورتيزون لاي سبب، كل ده من الافضل كثيرا لو جاله نزله برد او كده يقعد في البيت. صحيح. ويستخدم الماسك طبعا. طبعا اكيد. طيب دكتور عوض، يعني خلينا نستغل وجود حضرتك معانا ونسالك على وضع اللقاحات في مصر، يعني الاعداد اللي تلقت اللقاح وصلت لحد ايه؟ لحد كام دلوقتي او رقمها قد ايه؟ وهل ده بيتوافق مع الرقم اللي كان مستهدف اللي كنا مستهدفينه؟ الرقم المبدئي الاستهداف وصلنا اليه. يعني احنا حضرتك شوفي حضرتك، يعني هي دي والله يا استاذ رومانا كانت ملحمه. طبعا. لان حد امبارح كان نازل على احد مواقع الاخبار بيقول ان العالم 10% اتلقحوا ومصر 30%. طبعا بدون شك القصه دي، يعني هجاوب على سؤال حضرتك، احنا عدد اللي خدوا لقاحات كبير جدا، اللي خدوا الجرعتين يمكن يوصلوا قربنا على 40 مليون وده كان رقم مستهدف. اللي خدوا الجرعه الاولى برضه حاجه و30 مليون، وبعدين في ناس خدت جرعه ثالثه. وفي ناس دلوقتي بتسعى لجرعه رابعه. فحضرتك ومراكز التطعيم ما زالت موجوده ومفتوحه، وعندنا يعني اكتفاء كبير جدا من عدد اللقاحات الموجوده من جميع انواع اللقاحات. ودي كان الحقيقه الجهد المصري الكبير جدا ان الدوله تستطيع ان توفر هذا الكم من اللقاحات منذ اللحظه الاولى. وطبعا حكايه ال 10% وال 30% لان في دول مع الاسف لحد النهارده لم تحصل على وافريقيا نسبه الحصول على اللقاحات يمكن ما كملتش 12%. فالحمد لله احنا في مصر، سؤال حضرتك تحديدا، عدد كبير جدا من ملايين من الناس خدت اللقاحات. بس حضرتك يا فندم تحدثت عن جرعه رابعه. ايوه، في ناس اللي خدوا ثلاثه وفات عليهم ست شهور بيسعوا لجرعه رابعه. يعني هو ممكن اللي خد لقاح كل ست شهور يقدر يتلقى اللقاح عشان يقدر يحمي نفسه، لو حد مثلا يعني قلقان او زي ما حضرتك قلت من اصحاب الامراض المزمنه، ممكن حد كل ست شهور يتلقى جرعه من اللقاح؟ بالظبط كده. اقول لحضرتك ليه؟ لان فاعليه اللقاح هي ما بين 6 إلى 9 شهور. يعني اللقاح ما بيبقاش مناعه مزمنه او سوليد اميونيتي، يعني الواحد خد اللقاح بعد 6 لـ 9 شهور الاجسام المناعيه المضاده ضد هذا الفيروس بتنتهي. فلو حد عنده حاجه تؤثر على مناعته او قد تحمل معاه اصابه اخرى او اصابه شديده، في الحاله دي ياخد الجرعه. والدوله الحقيقه موفره هذا، موفره الجرعه الثالثه ولفئات معينه اللي احنا بنسميها الفئات المستهدفه اللي انا قلت لحضرتك عليها. وبعد 6 لـ 9 شهور قد يحتاج جرعه لغايه ما يختفي او يبقى بقى مرض مزمن او مرض متوطن، ويبقى ليك في دي وضع اخر يعني. فانما السؤال وباكد عليه، اللي ما خدش الجرعه الثانيه ياخدها، اللي ما خدش تطعيم اخر ياخده. والحمد لله احنا لم نرصد اي مشاكل كبيره نتيجه للقاحات.
عظيم. دكتور محمد، ترتيب التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا وسط التجارب العالمية. شوف سيادتك، يعني أنا بكلم حضرتك بأمانة شديدة جدا وبخبرة كبيرة جدا. إحنا تجربة مصرية فريدة. إحنا السنة اللي فاتت أكتوبر اللي فات عملنا مؤتمر دولي تحت رعاية سيادة الرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان كان عنوان المؤتمر التجربة المصرية في إدارة أزمة كورونا. والتجربة بكل يعني مكوناتها، سواء المكون العلمي أو المكون الطبي أو المكون السياسي أو المكون إدارة الأزمة على مستوى الدولة، كل ده كانت حاجة ناجحة جدا وفريدة. وبعدين بقول لحضرتك برضو، يعني مع تحياتي لكل الزملاء في الكوادر الطبية، سواء الأطباء أو التمريض أو الأصيادلة أو كل المعاونين، الحقيقة الناس بذلت جهد يفوق طاقة البشر وبإخلاص شديد جدا وبخبرة كبيرة جدا. يعني سيادتك، احنا كنا بنعمل فيرتشوال ميتنج، يعني لقاءات إلكترونية مع دول كبيرة جدا. هم كانوا بيطلبوا انتوا عملتوا ايه، لان احنا فعلا في إدارة الأزمة من حيث التطعيمات زي ما قلنا، من حيث العلاجات، من حيث استخدام الأكسجين، من حيث استخدام الأدوية، ولم نعاني لحظة من أي خلل في هذه المنظومة أو توفير الأماكن في المستشفيات. فالحقيقة هي كانت تجربة فريدة. أنا مش عاوز أقول بقى إحنا كنا أحسن من كذا أو كذا، لكن كل دولة قدرت تدير الأزمة صحيح. بحكمة شديدة جدا. وخلي بال سيادتك، يعني الإدارة المبكرة والدعم السياسي اللامحدود في إدارة هذه الأزمة وتوفير كل الأموال المطلوبة وكل الأماكن، يعني المستشفيات عندنا في مصر الحقيقة حتى اللي ما كانتش عندها استعداد للهجز جهزت ودخلنا الأكسجين، وكان في وفرة في الأكسجين والأدوية. فالحقيقة يعني عندما حطينا على التراك المضبوط في إدارة هذه الأزمة، الحقيقة يعني كانت تجربة فريدة وما زالت مستمرة. على فكرة في الفترة اللي ما فيش حالات احنا بنعمل تدريبات، بنوفر أجهزة، بنوفر مستلزمات لأي احتمالية مستقبلية في الفترة دي. عظيم جدا يا فندم، كل سنة حضرتك طيب مرة تانية، وبنشكر حضرتك دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. ألف شكر لك يا فندم.